بيس مالاي صوت الجهاد حسين بالوعر وخليفة بن سالم. مساء الخير، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017. مرحبا بكم على نسمة لايف من توا حتى لسبعة متاع العشية. رفقكم حسن بلوعر خليفة بن سالم في عدد جديد من نسمة نيوز. مساء الخير خليفة. اليوم عدد خاص وخاص جدا من نسمة نيوز، بث لصور وفيديوهات وتقارير حصرية ندخل بها عالم الفرق والوحدات المختصة لقوات الأمن الداخلي. أربع فرق سنزورها وسنتعرف على تفاصيلها في صور حصرية وتقارير خاصة بنسمة لايف. سنزور فرقة وحدات التدخل السريع البنيخ، سنزور وحدة وفرقة حماية الشخصيات والمنشآت، سنتعرف على فرقة الأنياب والتدريبات الخاصة ومهام هذه الفرق، وسنتعرف أيضا على فرقة الخيالة. كما قلت لكم بعد شوية ينضم لنا أيضا العميد وليد حكيمة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني للتعليق وللدخول في تفاصيل مجموعة من الوحدات المختصة اللي اليوم كتوين سيزمنا نتشرف بها ونفخر أنها موجودة، لأنها ساهمت في حماية البلاد من خطر الإرهاب خاصة، أكثر تفاصيل والجريمة المنظمة أيضا أكثر تفاصيل بعد شوية بعد دقائق على نسمة لايف. كما قلنا لكم هذا العدد في تقارير خاصة وحصرية لنسمة لايف بعد شوية هذه خليفة، وسنعلق إذن على هذه التقارير. لكن البداية، حدث اليوم دون منازع هو تشييع جنازة الشهيد شهيد الواجب والوطن محسن بن عاصي، معتمد مطماطة الجديدة اللي توفي خلال الفيضانات الأخيرة اللي اجتاحت الجنوب الشرقي في بلادنا بعد 10 أيام من البحث المتواصل بمشاركة مختلف الفرق الأمنية المواطنين المجتمع المدني. 10 أيام من البحث، تم البارحة العثور على جثته، واليوم ودعت قفصة وتونس شهيد الوطن والواجب. تم اليوم تشيع جثمان المرحوم محسن بن عاصي معتمد مطماطة جديدة بمسقط رأسه زانوش من ولاية قفصة، بعد ما تم اليوم الصباح تسليم جثمانه الطاهر لأسرته. ورافق الجثمان موكب رسمي يضم العديد من الإطارات الجهوية والأمنية ومن المعتمدين، يتقدمهم ولي جابس منجي ثامر والعديد من المواطنين خاصة من مطماطة جديدة اللي حرصوا على حضور موكب دفنه وتوديعه الوداع الأخير. صحيح كسلك معتمدين نتمسوا وقت اللي يتزف شهيد من زملائنا وبالطريقة هذه وهو يؤدي في الواجب. اليوم نعرفوا ان المعتمد هذايا فدا روحه باش ينقذ مجموعه من التلامذة الصغار، عدة تلامذة صغار من الواد ومات هو. اليوم نتصور تونس كلها حزينه على الشخص هذايا، شخص كان عزيز علينا برشا احنا كمعتمدين في قابس، عزيز على منطقته زانوش اليوم كلها فرحانه ان تزف شهيد لتونس. شهيد محسن بن عاصي هو ممن كانوا يزاولون دراستهم، صاحب شهاده الاستاذيه في التاريخ والجغرافيا، ولا يزال يكمل دراسته في للحصول على الدكتوراه، من عائلة محترمة جدا جدا جدا. منذ 2014 دخل كمعتمد في غضون تشغيل أصحاب الشهادة العليا من ذوي الاحتياجات، من ذوي العائلات المعوزة، من نهار 11 وأنا في نوفمبر من 11 نوفمبر ونحن أهالي منطقة زانوش. وبالمناسبة هذه نتوجه بحر التحية وحر الشكر والامتنان لأهالي مطماطة، فردا نساء ورجال اللي قاموا به من واجب معنا للعثور على ابن الشهيد. كما تنقل وزير الداخلية لطفي براهم رفقة وفد أمني المعتمدين زانوش الحضور موكب دفن شهيد الواجب محسن بن عاصي معتمد مطماطة جديدة، وتقدم وزير الداخلية باسمه باسم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بأحر تعازي لعائلة الفقيد. كما أكد أن الشهيد تعرف بدماثة أخلاقه وطيبة قلبه وكان مثال للتضحية والفداء في سبيل الوطن. وللتذكير فإنه تم العثور البارح على جثة الفقيد بوادي لوفام على بعد كيلومتر من الطريق المحلية رقم 955 الرابطة بين مطماطة جديدة وتوجان بعد عملية بحث دامت 10 أيام. طريقة الموت فيها ألم وفيها فيها فيها صعوبة، لكن طريقة التوديع كانت تليق بمقام هذا الشهيد وهذا الرجل. رحبوا صعب سيد العميد، التحق بنا سي وليد، مرحبا بك، نورتنا بك أكثر عيش خليفة. إذن شيع تونس كما ينبغي، خلينا نقول وهكذا يشيع الأبطال. وقناة نسمة كانت في بث مباشر اليوم من منزل الفقيد وبثت على اللايف تفاصيل هذا التشييع. هو أكيد أولا لازم نحيو التحية خاصة للفرق اللي عملت بدون كلل ولا ملل على معناها على البحث على جثة الفقيد المعتمد محسن بن عاصي، وفي النهاية توصلوا إلى معناها العثور على هذه الجثة، وبالتالي تخلصوا من مشكل معناها
أنه هو في حالة فقدان، وثمة احتجاجات رافقت هذه المسألة، ومن حق الناس وأهاليه وعاوزته أنهم يحتجوا، لأنه ثمة لوعة فراق في النهاية. ولكن ما قصروش معناها الوحدات المختصة والسلطات الجهوية والمحلية في مطمطة جديدة ولاية جابس والمجتمع المدني والأهالي كلهم تجندوا تقريبا 13 أيام، الناس مرتاحوش وما كفوش عن كل جهد باش يلقاه جثة الفقيد. هذا أولا. ثانيا أنه هناك اعتراف من قبل السلطة من قبل الشعب ككل بأنه الفقيد كان شهيد للواجب اللي كان يقوم به، وأنه العملية متاع الموت في النهاية هي أقدار، وهذا كعمره متفقين فيه، ولكن الرجل لم يتوانى لحظة في أنه يحمي المواطنين اللي هم في عهده على مستوى المعتمدية عشية انهمار معناها وفيضان الواد في منطقة مطماطة الجديدة. طبعا احنا قلنا المسؤول بالنهاية مسؤول، وأعماله هي اللي تحسب له أم عليه. والرجل الفقيد يذكر تقريبا في المنطقة اللي كان يتولى على إدارة شأنها في مطمئنة جديدة بكل خير، والناس كل يقرون بدماث أخلاقه بتفانيه في أداء واجبه. الله يرحمه في النهاية زاد صغير في العمر قبل أسرة، إنسان كي إنسان يتطلع أنه يكون موجود ويعيش ويستمتع بحياته إضافة لعمله ومهنته، ولكن كما قلنا منذ البداية معناها هذه أعمار بيد الله توفي، والدولة والمجتمع التونسي وكل الشعب التونسي تألم لهذا الفراق، وتقريبا يعني كانت جنازة رسمية تليق بمكانة الرجل على مستوى الوظيفة وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى المهام اللي كان يقوم بها والتفاني فيها. كما قلت أنا أعتقد كل معطيات لدينا أنه السلطة نفسها وأساس وزارة الداخلية واللي كانت ممثلة في شخص سيد وزير الداخلية وأتى بنفسه معناها وأبنه إلى ضافة معناها إلى المعتمدين اللي كانوا حاضرين وسيد الوالي وفرق الأمن والحرس، يعني كلهم تجندت تونس كلها اليوم لمواكبة معناها جنازة الفقيد اللي نتمناه الله معناها يغفر إليه ونحسبه عند الله شهيد. فعلا خليفة، يعني وملاحظة أخرى، يعني اليوم دخلت الكاميرات لبيت هذا الشهيد معتمد، يعني شفنا التواضع في الإمكانيات، شفنا يعني لأنه العباد ما زالت عندها فكرة في النهاية لازم نؤمن أنه راه المسؤولية ما عندهاش علاقة بالوضعية الاجتماعية، فما في ذهن الناس زادة وضعيته الاجتماعية بهذه الكيفية مش من حقه أنه يتولى مسؤوليات في الدولة. هذا رجل صاحب شهادة علمية، كان معناها من الشباب الناشط في الحركة الطلابية، ما هوش معناها جاء عن طريق علاقات أو وصولية أو تزلف أو غيرها، كان يعرف بنشاطه السياسي في الحركة الطلابية، صاحب موقف يقر به معناها كل زملائه والناس اللي يعرفوه. تولى هذا المنصب تقريبا 6 سنوات يعني من 2011 في نفس المنطقة، يعني لو كان ثمة مشكلات معينة مع المواطنين خاصة في ظل الديمقراطية والحريات وحرية التعبير والتجمهر والتظاهر ربما رأوا نقلوه ولو قد مشاكل وغيرها، ما سمعناش أنه ثمة مشكلات من بعض المشكلات اللي تعرضوا لها بعض المعتمدين، مش معناه زادك يتعرضوا هما لمثل هكذا احتجاجات نسبيين أو خايبين، لا ما مش هذا المقصود. يعني الرجل يبقى أنه هو وضعه الاجتماعي يعني من أسرة ماهيش ثرية وماهيش أسرة كذا، لكن هي من أسرة فاضلة استطاعت أن تخرج لنا أكثر من ابن يعني صاحب شهادة وصاحب دماثة في مستوى الأخلاق. وحتى كان الإنسان ما عنده شهادة رغم ما نحكمش عليه بالإعدام، يكون ما عنده شهادة ولكن ناجح في الحياة ومتخلق، وإنسان يكون فاضل ويكون على خلق وسلوكه طيب وحكيم، هذا المطلوب في المجتمع. اللعبة ما هيش قضية شهيد ولا قضية إمكانيات مادية يعني. أما زاد علاش ذكرت النقطة هذه؟ باش الدولة والمجتمع ما ينساوش العائلة هذه اللي فقدت عائلها الأول. هذه هي النقطة اللي حبيت أن 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 نشير لها ونترحم مجددا على الأشخاص اللي فقدناهم خلال الفيضانات، ذكروا عون ستيك في جابس، عون حراسة الغابات، وأيضا نقيب مهدي حديد رئيس مركز الحرس اللي أيضا في نفس هذه المهمة اللي استشهد فيها سي محسن بن عاسي أيضا فقدناه. خلينا نرحب مجددا بالعميد، يعني هما أبناء وزارة الداخلية، يعني هؤلاء شهداء، أيضا نفقد شهداء في الداخلية عبر الحرب على الإرهاب، ولكن أيضا خلال هذه المهام اللي هي فيها جانب إنساني وفيها جانب أيضا تدخلي، وإحنا بعد نحكيه على التدخل ومختلف التفاصيل. يعني خلي الكلمة سيد العميد، يعني
من ابناء وزاره الداخليه كما قال خليفه، هام جدا اشرف وزير الداخليه على احياء يعني وتشييع جنازه هذا الشهيد سي محسن بن عاصي. شكرا مجددا. اولا نبدا بالترحم على السيد المعتمد شهيد الوطن وشهيد الواجب، هو السيد رئيس مركز الحرس، اللي كانوا يقوموا بالواجب نتاعهم واثناء الاداء الواجب نتاعهم وفاتهم المنيه. وزاره الداخليه مش اول مره كما قلت انت تقدم شهداء، وهذه ماهيش مزيه، معناها واجب، معناها الواجب نتاعنا يحتم علينا ان نكونوا في جميع الاوقات وخاصه منها العصيبه. السيد وزير الداخلية اليوم مشى بيدو هو وثلة من الإطارات متاع الوزارة باش يبنوا المرحوم. هذا نعود ونقول زادا مش مزية، وقلت في العديد من المرات وزارة الداخلية ما تنساش أبنائها وما تنساش خاصة الشهداء منهم. إذا مرحبا بك سيد العميد وليد حكيمة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني. من تو حتى لسبعة سنفتح ملف الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وللأمن الوطني، سنزور كواليسها، ستشاهدون صور حصرية للتدريبات ولمختلف اللقطات، وسنعود ليك سي وليد للتعليق ولإعطاء معطيات. البداية باش تكون مع البنيغ أو الوحدة الخاصة للتدخل السريع، وأيضا الحديث في هذا التقرير الأول باش يكون على وحدة مكافحة الإرهاب البات، تقرير شوفوه ثم نعود للتعليق. الكل في تونس يعرف الإمكانيات الاحترافية العالية لفرقة مجابهة الإرهاب البات، إشعاعها على المستوى الدولي نظرا لدورها الرئيسي في مواجهة الإرهابيين خلاها محل اهتمام الجميع. الأمور السوداء تعتبر الدابة السوداء للإرهابيين، لكن هناك عدة فرق مختصة أخرى من تلائع الشرطة الموكول لها مهمة التدخل السريع والحاسم لإفشال وإبطال أي عمل إرهابي قد يحدث، على غرار الفوج الوطني للتدخل السريع بنير التابع لإدارة مجابهة الإرهاب. شعارها السرعة، القوة، الترصد، المباغتة ثم الانقضاض. تدريبتها الفرقة المختصة يومية بثكنة بوشوشة بتونس العاصمة، فالعدو ينجم ينفذ مخططاته في أي لحظة. الفتنة واليقظة، اللياقة البدنية والذهنية دائما مطلوبة للتصدي لأي خطر قادم. فوج الوطن السريع هو يخدم، فما فرق مركزية موجودة في العاصمة تقوم بتأمين العاصمة الكبرى، وعنا فرق جهوية انتشار على كامل تراب الجمهورية. بالنسبة للمهمة الرئيسية متاعنا هي مجابهة الإرهاب والتصدي للأعمال الإرهابية والنوعية، نقصد بها الأعمال النوعية هي كل الأعمال والجرائم الكبيرة والمخططة. باش نبداو تو نوريكم مثال على كيفاش احنا نخدموا في الأيام العادية وكيفاش نخدموا في المداهمات. بالنسبة للمهام العادية متاعنا احنا في على مدار 24 ساعة احنا نقوم بتأمين الأشطة السياحية وتونس العاصمة وتونس الكبرى عن طريق سيارة تكون كيماكية، سيارة تكون مجهزة بتجهيزات اللي هي أسلحة فردية، دي جيلي بربال، دي كاسك بربال، وتكون متكونة من عدد من واحد مع ثلاثة وأكثر من عدد هذي. بالنسبة للعون تدخل السريع يكون حامل لسلاح جماعي وسلاح فردي، وهذه البوكلية نستعملوها في المداهمات نتاعنا، هذه جيلي بربال، كاسك بربال. بالنسبة لبوكلية دوما هما شاهدين على عمليات هذي تضربنا في باردو بالطلقات الحية. وبالنسبة للبوكلية هذه كيف تعرض لعملية أخرى في عملية في القصرين، نستعمل زادة أدوات تاع خلع لفتح الأبواب. وبالنسبة للفوج الداخل السريع هو قام بجل المداهمات وشارك في كل العمليات الإرهابية بداية من باردو إلى بنقردان إلى كل العمليات الإرهابية الأخرى. حاولوا لدى التيروريست هذوما فما إمكانية نشدوا واحد حي ما فماش تحتيه الأولاد. فرقة التدخل السريع أو النسور تعتبر من فرق النخبة في صفوف الشرطة التونسية، وهي فرقة متخصصة في العمليات الشبه عسكرية. اتعاضد مجهودات الفرقة المختصة لمجابهة الإرهاب البات، بصفة أدق هي الذراع الأيمن لهذه الفرقة، وهذا مجسم لعملية قتالية إلقى الناس في أماكنهم في أعلى المباني لتأمين تدخل الفرقة المختصة للتدخل السريع. عملية الاقتحام تبقى على عاتقها.
هذا ماهوش محضر راه خدمتنا كل يوم. مي بالنسبه لكم انتم جيتوا وتفرجتوا فينا، التمرين يتمثل في انه جاتنا معلومه مؤكده دخلوا اللي عندنا ثم زوز ارهابيين متحصنين بالبنايه هذه وقاعدين يخمموا على اساس انه يعملوا عمليه ارهابيه. جاتنا المعلومه مؤكده، حضرنا فريق بالفوج الوطني في الداخل السريع اللي تكون من 12 طالية، 12 عامل مختص، وعنا تروت كثير ديليت، وعنا المدرع للتين هذية، وعنا الجروب، عملنا البروش متاعنا وخدمنا فهمني بالفيكس اللي هي ذخيرة معناها ما هيش قاتلة، جيس التدريب بالفلاش بانك جي أصلا هذية معناها زادة كيف رمالات مصدر. تدخل الفوج الوطني للتدخل السريع في الثلاث سنوات الأخيرة في 300 عملية إرهابية، شارك في عملية باردو وبنقردان. المنتمين للفرقة هذه هم على درجة عالية من التدريب القتالي وفنيات الرماية والحضور الذهني، ويتقيد الأعوان ببرنامج دقيق ومتنوع المحاور كفنيات الشرطة والاقتحام والتدخل في أي وقت في الليل أو النهار، الأماكن المغلقة أو المفتوحة أو الساحات. شعارهم الوحيد هو فداء لتونس. إذن النسور وصورة الإخرانية يعني اسمه دونك سغفلت شوية النسور والنمور البات هما النمور والبنيغ لبريغاد ناسيونال دانترفونسيو رابيد هما النسور. خلنا نحكيوا عليهم سيد العميد كان تسمح ونفسروا أكثر. ها عنا أيضا كنشوفوا فما أيضا صور حصرية مشكورة أيضا وزارة الداخلية بصراحة يعني على التعاون في هذا الملف. شوفوا صور حصرية خاصة بعملية باردو وعملية بنقردان توتيباعا أيضا تعلقنا عليهم بعد شوية سيد العميد. ما خلينا نرجع توي اللي كنا نشوفوا فيه البنيغ لبريغاد ناسيونال دانترفونسيو رابيد، ميزاتها، علاقتها بالبات اللي علاقة تعاون تنافس كيفاش بالضبط؟ تنافس ليه هي هما ساعة. أول حاجة نبدأ ونحكيه على الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب. هو تم إحداثه في 2007، هو وحدة مركزية يمارس النشاط متاعه على كامل تراب الجمهورية، يخضع المترشحين للالتحاق بالفوج هذا العديد من المراحل باش يوصلوا يلتحقوا بالفوج هذا، خاطر فوج هو ليليت دو ليليت، دونك ياخذوا الفحوص نفسيه معمقه، ياخذوا الفحوص الطبيه واختبارات رياضيه، على اثرها هي ينجموا اذا كان نجحوا فيها هذه الكل يدخلوا ويتم انتدابهم في الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب. نفس الشيء يكون بالنسبة للفوج الوطني للتدخل السريع، هو بيدو زادة تم إحداثه في 2007، كيف وحدة مركزية تعمل على كامل تراب، معناها وحدة مركزية ويعمل كذلك عنده في الولايات في المستوى الجهوي، كيف المنتدبين نتاعو يخضعوا لنفس لي زيبروف، معناها سواء كانوا نفسية طبية ورياضية على العديد من المراحل. بالنسبة للباد والبنير هو علاقة تكاملية تشاركية، معناها بالنسبة للفوج الوطني لمجابهة الإرهاب العضد الأول نتاعو في العمل هو البنير، ما فماش علاقة تنافسية، الهدف هو واحد هو أمن البلاد هذه. دونك هما زوز يخدموا اون هارموني مع بعضهم، يكملوا بعضهم متكاملين. يعني بربي نقطة أشرت لها، نتأكد أنه برشا خليفة عائلات وحتى ديجون هكايا يشوفوا اليوم لي روبورتاج يقول لك كيفاش نلتحق، يعني هل وجب الالتحاق بوزارة الداخلية ومن بعد يصير يعني كونكور داخلي، ولا مباشرة تفتح يعني مثال مناظرات قبل الدخول في تفاصيل هذه يعني الوحدات يعني للعباد؟ متأكد برشا أولياء وتواسف يحسوا بفخر اليوم يقول لك نحب نراولدي في البنيغ ولا في البات ولا حتى ديجون توا متخرجين، كيفاش تتم العملية سيد العميد؟ هو الحاجة المتأكدة أنه كل تونسي ينتمي للبلاد هذه يزمو يفتخر بالوحدات الأمنية هذه اللي كنا نشوفوا بها، سواء كانت البات وإلا التدخل السريع. هي معناها كما كنت نقول هي نخبة النخبة، باش يلتحق أي معناها تونسي في الوحدة هذه الساعة كما قلت أنت، هو ساعة يكون أنت تبت وزارة الداخلية كعاون أمن، ومن بعد يصير الركروتمون انترن. الصور كنت تسمح لي قاعدين نشوفوهم، هل يعني بنقردان هذوما كشف على مخازن اسلحه اي يعني. خلينا كنت تسمح نعلق عليهم سيد العميد، وهي نذكركم صور خاصه بقناه نسمه هذه الملحمه ومش عمليه، انا بالنسبه لي انا هذه تعتبر ملحمه ومش بشهاده وزاره الداخليه بركي، بشهاده العالم الكل، هي ملحمه بنقردان والحرفيه العاليه اللي كانت عليها الوحدات نتاعنا
اللي بالمناسبة هذه نتقدموا لهم بالشكر وجزيل الشكر. هذه عباد معناها وهبت روحها للبلاد هذه، للعالم، للوطن، ما عندها حتى حسابات، تخدم في البلاد هذه وأمن البلاد هذه. هذه كما نشوفوا فيه توا، هذه عملية باردو وعملية إجلاء الرهائن. دونك كل العمليات تصور سيد العميد، يعني أكيد خليفة، يعني اليوم نتحدث بفخر ونخصص هذا العدد الخاص من الناس نسمة لفرق الوحدات، لأنه نتحدث عن شهداء. يعني قبل شوية بدينا حلقتنا بشهداء لأبناء مؤسسة وزارة الداخلية، ليس أبناء وحدات الخاصة، لكن تبقى مؤسسة واحدة، تبقى وزارة واحدة، وهام جدا اليوم هالعباد اللي تخرج وقابلة أني في خدمتها باش تضحي بروحها. اليوم يجب أنه من فترة لفترة نحييها ونعطيه فكرة على المجهودات متاعها. هو أكيد حتى باش الناس يفهمونا احنا على مستوى الفرجة، أنه الأمن متاع أي دولة أو جيشها أو قواتها الخاصة وفرقها تمارس جزء من البروباغندا المهمة لرفع المعنويات. رأوا هذه مش بدعة، أنه في تونس نقولوا احنا لدينا فرق مختصة وانتصرت في المعارك اللي خاضتها ضد الإرهابيين أو ضد الجريمة المنظمة ولا غيرها. الروس يفخروا بالجيش الأحمر تاريخيا للاتحاد السوفيتي ويقدموا في الديفيلي ويتحدثوا عنه بأسطرة. الأمريكان ثوروا المارينز كونوا القوة القاهرة التي لا تقهر، فدخلت في ذهنية الناس الكل أعدائهم وأصدقائهم أنه هذا الجسم الغريب اللي هو بتاع المارينز. وبالتالي ما هيش بدعة، بالعكس هي إيجابية. أولا في ظل التسويق، أولا للكفاءة التونسية، هي كفاءة كما نحكيه عن الكفاءات في التكنولوجيا أو في المعرفة أو في الأدب أو في الشعر أو في الثقافة أو في الفن أو في المسرح. لدينا كفاءات في مستوى الأمن، وهذه اللي صرفت عليها الدولة من مال المجموعة الوطنية، ولا يمكن لنا فماش حق باش نبخسوا من إمكانياتنا في كل القطاعات، فما بالك بالأمن اللي هو يلزم نفهم أنه الجهد اللي تقوم به قوات الأمن الداخلي أو الجيش أو غيرها رأوا الركيزة الأولية والأساسية للاقتصاد، لأن الاقتصاد من باب الاستقرار والطمأنينة النفسية وراحة الناس في علاقة بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة هي محفز اقتصادي، سواء كان في الناس في شغلهم أو في الاستهلاك وفي الرفاه. هذا يلزم نفهمه من حيث المبدأ. ثانيا أنه يلزم نعترف كونه أمننا وجيشنا وكل قوات النظام الداخلي كبدت العدو في بنقردان هزيمة والقنته درس تاريخي في فترة معينة تراجعت فيه جيوش الدول العظمى كالجيش الروسي تاريخيا أو الولايات المتحدة وغيرها في كثير من المواقع في العالم، واستطاعت هذه المجموعات الإرهابية أن تؤسس لها كيانات بين ظفرين في دول تفخر بأعتى قواها المسلحة كالجيش العربي السوري أو الجيش العراقي اللي هو من مخلفات صدام حسين، كان هناك جيش عتيد وعظيم، أو حتى الجيش الليبي زمن العقيد الراحل. ومع ذلك من هزمت هذه المجموعات الإرهابية اللي تدعي بأنها مالكة لكفاءات قتالية، وهي مالكة لكفاءات قتالية لأن كلها متأتية من معظمها من جيوش منحلة وغيرها، ولكن مارس التدريب ولقنت كثير من تقنيات المعارك، هي في النهاية لقنت درس من قبل هذه القوات التونسية في بنقردان الذي نفخر به. وحتى كانها استطاعت تعمل عمليات إرهابية لأن عمليات غادرة قادرة تعملها أمس واليوم وغدوة في المستقبل في أي مكان في العالم، ولكن على مستوى المضمون الكلي للفعل الإرهابي انكسر. هذا بفخر نقوله ونفخر به، سواء كان أمام أبنائنا وشبابنا وجيشنا وشعبنا وحتى الأمم الأخرى، انكسرت هذا الوهم أن هذه القوات الإرهابية من قاعدة ومن دواعش ومن غيرها أنها قادرة تصل للمواقع التي تريد وتحقق منجزاتها اللي تعتقد أن هي مكاسب لها، انكسرت على حائط القوات الأمنية التونسية والقوات المسلحة التونسية والحرس التونسي والديوان التونسية والشعب التونسي. هذا حقيقة كلها في الواقع ما عندها حتى علاقة له بروباغندا فائض بروباغندا ولا غيرها، ولكن هذا واقع يقره التاريخ التونسيين ويقره الأجانب إلينا. لو سمحني حتى كان بروباغندا سيدي عنا ما نفخر بهم ونفخر بهم، يعني العنصر البشري نفخر هذا جزء من أبنائنا، كيف تفخر يعني بالعلماء نتاعنا قلت لك ولا مثقفين ولا مفكرين ولا سياسيين، نفخر كذلك بقواتنا الأمنية. وهم فعلا يعني فخر، يعني هذا عبد خارج هذا يحاربوا عقيدة وحيدة، ايديولوجيا وحيدة يملكوها هي الوطن.
روح. ما عندهمش لا تحزب ولا سياسة ولا جمعية ولا مجتمع مدني ولا اجتماعي ولا غير. هذا واحد لابس كومبا هذا موتو يعني هذا الكفن متاعه يقاتل يعني ما نجموش نزيد هذاك يعني. وبرش عبيد اليوم تقول لك مهنته لكن زاد هو اختيار وهو التزام التزام مع الوطن يعني. اليوم واحد يخرج هز ساك ولا فليشت وماشي يخدم هو كما قال خليفة هذا كفن وهذا يعني قسم لهذا الوطن. سيد العميد نرجع يعني كنا نشوفه يعني الكفاءات وقال خليفة النقاط هما الكفاءات البشرية تبارك. اليوم خلينا نحكيوا على المعدات يعني شفنا قبل يعني صار في ستينية الأمن الوطني معرض كبير وقربة العباد وقت في شارع حبيب بورقيبة لهذه القوات وكان تفاعل هام. اليوم هل التقنيات المتوفرة لهذه القوات يعني اليوم باغاليل توازي هذه الكفاءات البشرية يعني خلينا نوضحوا النقطة هذه سيد العميد. بالنسبة للوحدات الخاصة متاعنا المعدات اللي عندها على أعلى مستوى على المستوى العالمي أنا موفرين لها معدات ما يخول لها أنها تقوم بالمهام متاعها في أحسن الظروف سواء كانت يعني ظروف مادية وإلا نفسية يعني حتى كي نشوفوا توا شفنا في اللي فيتير شفنا معناها في التدخلات متاعهم سواء كانت في عملية باردو وإلا في بنغردين كي تتفرج فيهم كيفاش حتى ريان كون ديبلاسمون تحس فما ثبات تحس اللي العون يقدم ما فماش حتى تململ ما فماش حتى خوف. هذوما ناس لا تعرف الخوف ولا تعرف حتى شيء هذه ناس تعرف حاجة واحدة أمن البلاد. من نجم يكون الشيء هذا موجود كان بعقيدة قوية كان بناس نجم نقول عليهم أسود وبتجهيزات كذلك. التجهيزات هذه متوفرة وديما الوزارة ساعية باش أنها توفر آخر ما صدر في التجهيزات هذه باش يعملوا في ظروف حسنة ولتحقيق أمن البلاد. هذه على مستوى الدول خلينا نحكي يعني اليوم نفخر بوجود يعني فرق المختصه نتاع الجيش ونتاع الحرس ايضا البات يعني اليوم نرتبوهم. فما مثال كي نشوفوا الامريكان خليفه اليوم يعني سيري جديده دور اسمها سوات واللي هي فرقه التدخل نتاعهم يعني يعملوها افلام ويعملوها سيريات باش تقرب للشباب نتاعهم وتقرب للاطفال نتاعهم ويبسطوا هذه المفاهيم. ترى سيد العميد انه النجاحات الاخيره في السنوات الاخيره كسرت هذا الحاجز بين اللي كقولي بين ظفرين والمواطن فما ثقة أكثر فما محبة أكثر؟ أكيد المؤسسة الأمنية معناها في المدة الأخيرة تسعى وبكل جهد أنها تقرب للمواطن سواء كانت في 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 العمل متاعها سواء اليومي سواء كان في التدخلات متاعها سواء كان في الانتدابات سواء كان في الزيارات اللي قاعدة تقوم بها الوحدات الأمنية المختلف مؤسسات كما المؤسسات التربوية معاهد وإلا مدارس في تحية العالم. هذا الكل من شأنه أنه يقرب ويحسن العلاقة ما بين المواطن والأمن. هو نفسه حسان أولا لأنه هناك منسوب من الثقة ومن المعنويات المرتفعة اللي حققتها هذه القوات في علاقة بالوعي المواطني في علاقة بإحساس الناس لأنه احنا انتصرنا بدون مساعدة أجنبية. رد بالك راه في فترات معينة واحنا معناها قبلها كان نتذكر قولوا لا ما نجموش احنا تو نستعدوا هي تو تجي فرنسا وأمريكا هذه تقال وكنا نقولوا فيه وقال. اليوم أثبت بالدليل والكاشف في عصر الصورة في عصر الحريات في عصر انتقال الكاميرا احنا وقت اللي عشنا ملحمة بن قردان كان مراسل نسمة هناك على الميدان يصوروا في الأحداث وحاول البعض معناها ويسوقوا له ويجيبوا ناس من برا وقوة. هذا تبين بالواقع لا نملك من الإمكانيات ما يكفي وزيادة وهذا كما قلت لك راه جزء من استثمار الشعب التونسي والدولة التونسية في هذه الكفاءات وحتى على مستوى المناهج. نعرف البعض منهم تحدثوك على مستوى المناهج وغيرها طبعا هذا مشمولات مؤومة وسرهم وغير وحتى على مستوى المناهج يملكون ما يفيدون به حتى العالم. أنا عندي ثقة مطلقة يعني بحكم معينة مش بحكم عندي حتى مسؤولية ولكن بحكم المعينة والمقارنة وغيرها والمتابعة عندنا ثقة كبرى فيما نملك من طاقات وكفاءات في هذا الجانب. على كل ابقوا معنا بعد الفاصل نعود ونواصل هذا العدد الخاص من الناس نسمة ليزوروا فيه ونبثوا في هذه الصور والتقارير الحصرية حول الوحدات المختصة للأمن الوطني. بعد شوية نتعرفوا أكثر على وحدات وفرق حماية الشخصيات والمنشآت نعملوا طلة وزيارة أيضا لفرق الأنياب ونتعرفوا على فرق الخيالة مهامها صور حصرية. بعد شوية تستنى فيكم ديما على نسمة لايف القوانا نعود بعد لحظات. نسمة لايف صوت الجهاد في إطار الجولة 11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباشرة من ملعب منزل عبد الرحمن اتبعوا على موقعكم الرياضي نسمة سبور مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي
نهار الاربعاء ابتداء من مساعتين. ما تنسوش تليفوناتكم والتابلت متاعكم وتابعوا مباشرة المباراة والاستوديو التحليلي على موقعكم الرياضي www.nismasport.com. أنا تعبت الدنيا ولات تخوف برشا. نهار كان هو نخمم كان على وليدي حب نخدم على روحي حب أنا على الأقل نرجع على حاجة من اللي عملته معايا هي الكل. العباد تعب ياسر في حياتهم وإحنا نسميه بسم الله ونقدو ربي ونجمر على ذراعاتنا ونحاول نعاونهم. أمنيتي الوحيدة إني نخدم نحب نعمل مشروع بس ما عادش نخدم تحت الناس. أنا عامل أكسيدون عمري 4 سنين نحب نعمل أنا مشروع باش نوصل معناتها نكري ونعيشك الطفلة والمرأة. إن شاء الله من ربي يعاوني نخدم ونداوي أمي. واللي يشد في ربي لو عمره ما يخيب ونخلق ما يضيق. ثم اللي تتفرجوا فينا تنجموا تتصلوا بينا على رقم 46 55 55 57. حطوا زيد على تمتكم رقم الحساب الجالي جمعية خليل تونس. وما تنسوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير. خليل تونس يوميا 7 على نسمة قناة العائلة. صوت الجهاد. رجعنا لكم في نسمة نيوز. هذا العدد الخاص الذي نحتفي فيه وفخورين نقولوا نحتفي فيه بالوحدات الأمن الخاصة. بعد شوي أكثر صور وتقارير حصرية حول مجموعة كبيرة من الفرق والوحدات المختصة. سيد العميد وليد حكيمة نطق رسمي في إدارة العامة للأمن الوطني حذينا خليفة كالعادة. سيد العميد مؤخرا يعني شفنا عملية نوعية يعني طيل صارتك الإشاعة في شارع بورقيبة شفنا فرق تخرج وتكشف عن المتفجرات وهي من الفرق أيضا اللي تتبع فوج مقاومة الإرهاب. الحمد لله ما تخرجش ديما الحمد لله يعني أنا متأكد أنه في خارجيتها القليلة هي فعالة وفعالة جدا. في إدارة مجابهة الإرهاب أنا فوج آخر هو زادة إليه أمبو تكنيك وسبيسيال هو الفوج الوطني الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولة. يظهر لي الاسم متاعه كافي باش أنه يقدمه. المهمة متاعه هو الكشف على المتفجرات معناه لزوبجي سوسبي معناها الحاجات المشبوهة اللي نشكوا فيها يقوم الفوج الوطني هذا بالكشف عليها وهو اللي يحدد اسكو هي فيها مادة متفجرة ولا ما فيهاش مادة متفجرة. إن شاء الله في فرصة أخرى نتوحي لكم بش مختصة هذه كذلك بتبيعة تابعة للإدارة مجابهة خاص يعني الأصل أكيد فيه. أكيد تابعة لإدارة مجابهة الإرهاب كما قلت هي زادة فوج خاص وأمبو سبيسيفيك المهمة بتاعه هي الإكسبلوزيف. إن شاء الله في فرصة قادمة معلش لما يكونش موعد يعني مرة في الشهر في شهرين نشوفوا الجديد على مستوى قواتنا من الفرق التي نفخر بها أيضا واللي فيها برشة خدمة خاصة مع تعدد التهديدات اللي طالت الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والنواب وغيرهم في فترة ما بعد الثورة هي فرقة حماية الشخصيات والمنشآت. كالعادة هذا التقرير خاص حول عمل هذه الفرق ثم نعود للحديث عليها. جدال في جسامة مسؤولية حماية الشخصيات المهمة وتأمين الوفود اللي تزور تونس ومختلف المهرجانات والمناسبات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث الرسمية خاصة بعد الثورة وبعد ما كثرت التهديدات الإرهابية. المهمة الدقيقة هذه تتكفل بها وحدة حماية الشخصيات التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل واللي تعتبر العمود الفقري لتأمين الشخصيات الوطنية والأجنبية. نوفر الحماية والمرافقة الأمنية لعديد من الشخصيات الرسمية إضافة إلى تأمين رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وغيره. إضافة إلى ذلك نأمن الشخصيات الضيوف اللي يجي لتونس في زيارات رسمية هامة. ثم بعد الثورة أوكلت إلينا مهمة جديدة هي مرافقة الشخصيات مختلف شخصيات من رؤساء أحزاب سياسية صحفيين إعلاميين حقوقيين مستقلين رجال دين وبعض من أعضاء مجلس النواب.
عندنا مهمة أخرى زاد نقوم بها أوكلت إلينا هي تأمين المؤتمرات الرسمية، مؤتمرات عالمية وندوات اللي تم في تونس. على سبيل الذكر مثلا مؤتمر الاستثمار اللي صار عمناه 2020 أو مختلف المؤتمرات من وزراء الداخلية العرب، من قادة الشرطة العرب، ومختلف المؤتمرات اللي تم في تونس واللي جينا يعني من الخارج. مهمة الوحدة هذه تشمل تأمين حياة الشخص المهم من جميع الأعمال الإرهابية، من اغتيال واختطاف وتجسس. حماية الشخصية المهمة هي بالأساس مهمة ميدانية، رأس مالها الجاهزية الذهنية والجسدية للأعوان. مهمتهم تتلخص في الإجابة عن سؤال أساسي: إذا كنت مسؤول عن حماية شخص مهم وصار هجوم مباغت، شنية أول حاجة تقوم بها لحمايته؟ الإجابة تجي في العملية البيضاء اللي باش نشاهدها. سيارة شخصية تتعرض لهجوم إرهابي، عون حماية الشخصيات يتدخل في مرحلة أولى، يبعد الشخصية اللي يحمي فيها من بلاصة الهجوم في اتجاه معاكس لإطلاق النار. وفي مرحلة ثانية يغطي الشخصية بجسده ومن ثم ينسحب على الفور. التمرين هو يتمثل في يعني شخصية هامة نقولوا احنا VIP، نجم يكون وزير، هو متجه المكان العمل متاعه في بشي توجه المكان متاع مؤتمر. في أثناء التنقل متاعه تتم عملية إرهابية عليه لاغتياله، يقع إجلاء الشخصية والتدخل على الإرهابيين وتصفيتهم في مرحلة أولى. ثم في مرحلة ثانية الحاجة اللي تنجم تصير لنا أنه السيارة متاع الشخصية طاحت في عطب، يتم زاد التدخل على وعلى الشخص اللي يرمي يعني قنبلة يدوية، وعملية إجلاء ثانية للشخصية من مكان يعني الخطر. واحنا العمليات هذه نجم تتبعها عمليات أخرى يدخلوا فيها وحدات الاختصاص، يعني احنا تعرفوا الإدارة العامة وحدات الدخل، إدارة متكاملة يعني نجم تتواصل تتحول إلى احتجاز رهينة إلى غيره، ثم وحدات أخرى هي اللي تتقدم باش تكمل يعني بقية المهم. في 2012 إدارة حماية الشخصيات والمنشآت أمنت أكثر من 120 شخصية إلى جانب المؤتمرات الدولية، ومن أهمها في 2016 مؤتمر الاستثمار بتونس 2020. المنتمين للسلك هذا عندهم ميزة وقاسم مشترك هي روح العمل كفريق واحد، طاقم الحراسة منسجم ومتناغم ويعرف إن مهمته حساسة فلا مجال للخطأ. هذاك علاش درجة الاستعداد الأمني والذهني على غاية من الجاهزية، تحسبا لكل أشكال الخطر وتأهبا لإجلاء الشخصية الهامة وقت اللي يلزم. كلمة السر لدى حماية الشخصيات هي إنهاء العملية والتأمين بسلامة. إذن كان هذا التقرير الخاص بفرقة حماية الشخصيات. يعني أنا شو ندخل شوية في تفاصيلها، خلينا نجيك أنت خليفة. قبل لفتت انتباهي صورة، قلت لي السيد العميد عميد دخيل يعني رئيس الوحدة يحكي وراه المنصب التذكاري لشهداء وحدة التدخل، 9 شهداء من حتم هذه الإدارة، إدارة وحدة التدخل. مش نفهموا علاش اليوم نقدم هذه الحصة ونفخر بهؤلاء الأشخاص بمختلف يعني الوحدات، أنه وراهم فما شهداء، فما عباد تمشي للميدان مش تدافع علينا احنا وعليكم انتم كمواطنين، لكن تفقد حياتها. وحبيت نبدأ بالنقطة هذه قبل ما نجيك للتحليل التقنية أي والأرقام. يحتاج أي تذكير. احنا خصنا من 2011 شفنا كثير من الحالات اللي استشهد فيها كثير من أعوان الأمن، ونذكر كذلك بالمناسبة هذه أعوان الأمن الرئاسي يعني اللي تعرضوا لعملية غادرة إرهابية، زاد مشاو شهداء في هذا الإطار. قلنا أنه هذا بدوره يكلف الدولة ووزارة الداخلية الكثير من مستوى الجهد، من مستوى العمل ومستوى المالي في مهمة حماية الشخصيات. أولا لأنها مسألة رمزية ومهمة جدا، وتعرف هذه مهمة دقيقة ومعقدة، وكثير من الشخصيات في العالم اغتيلوا وهم تحت الحماية. نحمد الله ما تعرضناش لمشكل من هذا، شفنا سفير روسيا في تركيا على المباشر وهو تحت الحماية، الرئيس الأمريكي كينيدي والتعرض لعملية الاغتيال، ريغن نفسه تعرض إلى محاولة الاغتيال
نجحت العملية هو ما توفاش، ولكن وصلت الرصاصة إلى جسد الرئيس الأمريكي بنظير بوتو وغيره، الرئيس المصري وهو يحضر قمة في أثيوبيا دي سبابة وكان مروح في الطريق حسني مبارك وقتئذ وتعرض لمحاولة رئيس السادات نفسه. يعني هذا عالم موجود، عالم السياسة هذا يفترض مثل هذه المخاطر واللي حمايتها موكولة لمثل هؤلاء الرجال اللي يكونوا بالضرورة على تقنية ومعرفة ودراية وقدرة، وأكثر من هذا قبول ركوب الخطر. ديما نقولوا المهنة هذه راهي خاصة لأنها فيها ركوب الخطر، إذا واحد مقدم على الموت قال واضح. إذن سيد العميد ربما أكثر كما قال خير أكثر فرق اللي خدمت خاصة في السنوات الأخيرة من كثرة التهديدات على شخصيات، يعني وعدد كبير من الشخصيات ديما نسمعوا أو مهددة. يعني ناخذ فكرة يعني على عمل هذه الوحدة، نذكر تابعة لإدارة العامة لوحدات التدخل في السنوات الأخيرة خاصة. هي وحدة كما كنا نحكي بكري خاصة شوية، المهمة بتاعها هي حماية الشخصيات سواء كانت معناها وطنية أو أجنبية. المهام بتاعها تتمثل في تأمين رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، توفير المراقبة الأمنية للشخصيات الرسمية الوطنية والدبلوماسية والضيوف الأجانب الهامين. علاش نقولوا الضيوف الأجانب الهامين؟ خاطر الضيوف الأجانب الهامين سلامتهم معناها من مسؤولية الدولة التونسية معناها. تأمين المنشآت الدبلوماسية والوطنية، تأمين المعابد والكنائس الرئيسية والأعياد الدينية الهامة، تأمين المؤتمرات الرسمية سواء كانت مؤتمرات معناها اقتصادية استثمارية سياسية أمنية، التأمين متاعها وتأمين الشخصيات اللي مشاركة فيها زادة تقوم بها الوحدة هذه، تأمين الأعياد الوطنية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في تونس. الوحدة هذه قاعدة حاليا تقوم بتأمين العديد من أعضاء الحكومة، من سفراء، من رؤساء أحزاب، نواب مجلس النواب الشعب ومجلس التأسيسي السابق، قضاة، محامين، شخصيات إعلامية وشخصيات مختلفة من المجتمع المدني. معناها نشوفوا اللي المهام نتاعها اللي تنبو ديفيرسي فيه، معناها التأمين نتاعها مش خاص كان ب يعني وعناصرها كذلك هذوما منتقين يعني أكيد من النخبة مش أكيد منتقين ومن النخبة، نظرا الساعة أول حاجة أنه باش يحمي شخصية معرضة للخطر دونك لو دونجي يعني نجم يكون يمينو أ تو مومون، فانه يزم يكون معناها عنده نكران للذات. معناها اذا كان شخصيه بتعرضت لخطر كما شفنا في الفي تي ار او فما شكون رمي روحه، يعني قد شفناه ديجا في الاكزرسيس يعني ضحى بروحه. هذه من جمله الحاجات اللي يدربوا عليها لدرجه انه يولي ان رفلكس، معناها ما يخممش فيه. الاصليه انه هو يموت في بلاصه الاخر بالضبط، يعني في نهايه كتخلصها. الحمايه هذه لازم الناس تقدرها وخاصه السياسيين او اي طرف يكون تحت تهديد ويكلف بالحمايه، لازم ديما نتعاملوا بايجابيه مع العون هذاك اللي يحمينا. راه شخص يقول لك انا باش نموت في بلاصتك ملخص المهمه هذه. ما فماش اعلى من درجات نكران الذات اكثر من هكا، معناها انسان يقبل انه يموت في بلاصته. ربي سيد العميد، يعني سؤال تقني شويه، العباد تفرجتوا في التقرير هذا، شفنا في التقرير الاول الخاص بالبنيغ والبات، يعني كلهم على مستوى الهندام يعني الكومبا، يعني هنا فما تنويع يعني بين السيفيل تقريبا واللباس العسكري او الامني، يعني هل هو اختلاف اختصاص بالضبط؟ خلينا نفهموا يعني حتى الامور هذه تشد العباد شويه. ماهوش اختلاف، لكن حمايه الشخصيات هي فيها العديد من المجالات. فما مجال مثلا الحراسه، مثلا باش تامل انت منش نزل او قصر مؤتمرات، فما فريق هو اللي تعهد ليه معناها مهمة الحراسة. الحراسة باش تكون بالزي النظامي، لكن كي الشخصية باش تدخل للداخل في وسط مؤتمر، في وسط نزل بروتوكوليا، يلزم يكون لابس زي مدني، لكن هي إدارة واحدة ومهمة واحدة متكاملة. مربي نقطة زدك تقنيك سيد العميد، يعني في مختلف التقارير على الأقل الأولاني وهذية، فما مهارات أخرى عدا يعني القوة البدنية واستعمال السلاح، فما طريق يعني خاصة بالنسبة لحماية الشخصيات، نعرف أنه فما الفويت تصير يعني على مستوى استعمال السيارات وكل شيء، يعني فما تدريبات خاصة في هذا الإطار يعني على مستوى التقنيات السياقة، فما تقنيات خاصة يتم عليها يعني تدريبات إضافية؟ أكيد التقنيات معناها تكون تدريب من 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 سائق السيارة للمرافق اللي بجنبه في السيارة، للفريق اللي قاعد يأمن فيه، للفريق اللي يأمن المكان، الكلها الأعوان هذه والإطارات تخضع إلى تدريبات خاصة باش تكلل المهمة اللي باش يقوموا بها بالنجاح.
واضح. إذا موصل معكم ديما في نس نس نيوز هذا العدد خاص نتجول ونكشف صور جميلة فعلا صور جميلة وفخورين بها حول الوحدات والفرق الخاصة تابعة لوزارة داخلية الأمن الوطني بعد ما زرنا الفرقة وحدة أو فوج التدخل السريع البنيغ والبات وكنا منذ قليل نكتشف في بعض تفاصيل حول إدارة حملة الشخصيات. الزيارة الآن تكون لجانب آخر من عمل هذه الفرق والوحدات المختصة فرقة الأنياب. شوفوا بعض كيفاش يتم تدريب الأنياب اللي هما بين ظفرين الكلاب المختصة. شوفوا التقرير ثم نعود للتعليق. الفرقة المختصة لفوج الأنياب بإدارة عامة لوحدات التدخل شعارها صلب قوة ومرونة. المهمة الرئيسية للأنياب هي الكشف عن المخدرات المتفجرات والمداهمة. الأنياب متدربة على القيام بمهامها بدقة واحترافية عالية على أحسن وجه دون أي أخطاء. في العملية البيضاء هذه نشاهدوا هجوم الناب على سيارة أحد المهربين. تدخل فرقة الأنياب تكون على مراحل. الأولى تتمثل في المداهمة لتحرير الرهينة. هنا نلاحظوا طريقة انقضاض الناب على العدو وطريقة العض ولا يترك لها أي مجال إلا الاستسلام. وفي مرحلة أخرى يترك المجال للناب فونتويت اللي توكل له مهمة الكشف عن المتفجرات. وأخيرا يتم تفتيش السيارة وهي مهمة الناب أوليفييه. ونشوفوا كيفاش تتم عملية الكشف على المخدرات. وبعيد عن مهام الفرقة الخاصة لفوج الأنياب فإنه بالتأكيد أن الثنائي يعيش عدة قصص متنوعة مختلفة في علاقة متينة تبنى بين الناب والمدرب تنحت وتترك أثار لمدى وفاء هذا الحيوان لصاحبه. إذا نتذكر في حديث بارتو عقيل الناب اللي يعني ضحوا به يعني بمهنته زاد كما قال خيفة يعني ليخدم في حراسة شخصية مهنته انه يتلقى الرصاصة عن غيره. عقيل ايضا ذكروه الناب اللي تخلى باش يكشف يعني المهام والطريق امام بقية الفرق. الانياب لهم دور هام سيدي العميد وكنا نشوفه يعني حتى في تصرفاتهم يعني مش كما يلقى متفجرات كما يكشف المخدرات. أكيد الفوج هذا نتاع الأنياب هو النواة الأولى نتاعه وتكونت عام 73 على المستوى المركزي ومن بعد تم تدعيمه على المستوى الجهوي. عنده العديد من المهام. المهام نتاعه هو تأمين الموانئ والمطارات، تأمين مقر وزارة الداخلية، عنده برشا مهام. المهام الظرفية متاعه فما زاد حفظ نظام بالملاعب، فما حفظ نظام بالمهرجانات، فما تظاهرات الثقافية، فما البواخر السياحية. معناه عنده العديد من المهام. فرقة الأنياب هي معناه فرقة معناه معروفة عالميا، فيها أنواع، فيها الناب متاع الكشف المخدرات، فيها الناب نتاع المختص في الكشف عن المتفجرات، فيها الناب نتاع الدوريه، فيها الناب نتاع المداهمه والاقتحام، وفيها الناب اللي نتاع اقتفاء الاثر. معناها كل نوع نتاع ناب يقوم بتدريبات خاصه للمهمه اللي باش يقوم بها. يعني هي تقريبا متعدده الاختصاصات عكس الفرقتين السابقتين، يعني فيها الجريمة المنظمة وفيها الإرهاب. لذلك نلقاهم منتشرة تقريبا على كامل تراب الجمهورية، مش كل الفرق الأخرى ممركزة. لا هو حتى الفرق الأخرى عندها معناها موجودة مركزيا لكن عندها فروع جهوية، أي عندها سرعة الانتقال والتفاعل مع، لكن هذه أثنين على مستوى الأقدمية هي أقدم منها فرقة الأمير. أي هي أقدم. حتى الاخرين تقريبا بداوا من 2007 2008 حسب ما قلت بالضبط سيد العميد، يعني تقنيه بالضبط. حديثه
بالنسبه لنا خاصه مستجد الخطر الحديث. اي الخطر حديث يعني في النهايه. مي سيد العميد خلينا نحكي شوي على فرقه الـ 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 الانيب. معدل عمر الناب يعني هل عنده يعني عمر للتقاعد؟ خلينا نفسر يعني لعبيت سنتغيس للتفاصيل هذه لانه مش سهل. اماتر كيدريس يعني الناب نشوفه يعني في المثال في العمليه كنا نشوف فيها الناب ما يسيبش يعني المجرم الا ما يخلط المتر نتاعو. شفنا يعني مش سهل انك تعلمه باش يتصرف كذاك يلقى متفرجات يتصرف بطريقة أخرى كي يلقى مخدرات. يعني تقريبا قديش تتطلب العملية هذه تقنيا؟ هو تدريب بتاع ناب ساعة ما نجم يكون إلا هو والمتر بتاعه. معناها ما يتدربش الناب وحده والمتر وحده. معناها هما زوز يتدربوا مع بعضهم وعندهم مركز تدريب خاص بهم هما يقع فيه تدريب الناب والمتر مع بعضهم. وكما شفنا في الفتيار تتكون علاقة ما بين الناب والمتر بتاعه والمدرب بتاعه تخليهم أنه في المهام معناها تكون فما تفاهم فما سنكرونيزاسيون فما يفهموا بعضهم. معناها هذا اللي يخلي معناها التدريبات تكون على أعلى مستوى باش تكون الجاهزية والمردودية بتاعه على الميدان إفكاس معناها تكون ناجعة. الناب معناها مش سهل معناها باش واحد يدربه مش سهل باش يعمل يبني معاه العلاقة هذيك باش يكون في الميدان كما قلنا ناجع بالدرجة هذيك. احكي لي زميلنا اسكندر يعني لعد التقرير خليفة انه يعني بعض التفاصيل غادي منه اثناء الزيارة وبعد نشكر كامل الفريق اللي اشرف عدد الحصة هذه. يعني يقول لك الناب يوصل كان كي مثال يفقد المدرب نتاعه يعني يضرب عن الطعام وما عادش يعني كما نقولوا احنا يتلاها بالحمام وهذا ربما يؤكد النجاعة والعمل وهذا اللي كنت أقول فيه. معناها ساعات الناب معروف عليه هو كونه معناها ينصاع إلى أوامر المتر متاعه. ساعات يرفض أنه يكون عنده متر آخر. معناها تل ما العلاقة تكون بينه وبين المتر متاعه وطيدة جدا. هذا ميزات فرق وحدة التدخل استعمال الحيوانات. يعني بعد شو شوفوا زادة تقرير على الخيال. يعني تتميز هذه الفرقة سيد العميد بهذا أو فرق الأخرى عندهم زادة أو تقنياتهم مختلفة. موجودة في العديد من الإدارات العامة معناها الأنياب وهي وسيلة معناها معروفة عالمياً. مش كان خاصة بالموجودة عالمياً. احنا على كل شيء نكملوا مع الإدارة العامة لوحدات التدخل. والتقرير الأخير يتعلق بالخيل ساعات نشوفوهم على الشطوط خاصة في الصيف أو في بعض الفضائيات والتظاهرات. هذا التقرير ثم نعود لنعلق ونختم هذا اللقاء الخاص من نسمة. خوش قايلة تأسس من سنة في الستينات 1960 بالتحديد 69 كان يسمى بكري في البوندروج. ومن بعد التحق بالإدارة العامة لوحدة التدخل. عنده جملة من الاختصاصات منها وأهمها دورية حفظ نظام والأمن بالمناطق العمران والمنتزهات، كذلك حماية الشريط الساحلي مختلف ولايات الجمهورية خاصة فترة الصيف. علاوة على ذلك نقوم بحفظ الأمن بالمباريات الرياضية والأنشطة الثقافية. كذلك فمعنا اختصاص نتاع الرياضة الفروسية. إذا هذا فوج الخيل. خلينا ناخذ شويه معطيات عليه. ميزه هذا الفوج تماما من اقدم يعني الفرق يعني سيد العميد. الفوج هذا ما تكون في اواخر الستينات. الفوج هذا معناها من المهام نتاعو هو انه يامن الاماكن الوعره اللي يصعب معناها فيها تنقل معناها الوسائل الميكانيكيه كما السيارات وكما الدراجات نظرا لكونه معناها الحصان يتمكن من التنقل في الاماكن هذه. من المهام نتاعو هو تامين المنتزهات العموميه، الغابات، المرتفعات، المسالك الصحيه، الشواطئ، هذه الكل معناها تقوم ملاعب كره القدم هذه يتبعها ولا هذاك في التامين. تو الملاعب تولي في اسناد الوحدات الامنيه الاخرى القيام بعمليه حفظ النظام كما كنت تقول. تو في الانشطه الرياضيه الثقافيه القيام بمهام زاد التشريفات
نعرفوا اللي الخيالة معناها يتشارك معناها في المجال تاع الكورتاج تاع التشريفات. المساهمة زادة في نشر رياضة الفروسية جمعية معناها والمشاركة في بطولات وطنية وعالمية. تأمين الشواطئ. تأمين قلناها تأمين الشواطئ والغابات. عندنا أبطال عالميين يعني منذر علوي توفيق حمدي لطفي الدماسي يعني في الفروسية من أولاد وزارة الداخلية يعني. بالضبط معناها في الفريق اللي تابع وزارة الداخلية معناها كونوا العديد من الأبطال في رياضة الفروسية وكما كنا نقولوا الفوج هذا معناها من أقدم الأفواج اللي عندنا في وزارة الداخلية. كان مستوى الأنياب والخيال احنا ما عادش نستوردوا تقريبا نكونوا لهنا نربيهم لهنا كأنواع يعني. أكيد أكيد. وبالنسبة للخيل يعني يتم استعماله يعني نعرفوا الجواد البربري والعربي البربري وعربي أصيل يعني يتم استعماله يعني فم ميزات لكل فم ميزات فم كل جواد عنده الميزة متاعه معناه فم اللي عنده القوة فم اللي عنده السرعة فم وبتبع كل 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 جواد معناه يكون أديكوال المهمة اللي بش يختار يقوم بها معناه اختيار الجواد يكون على حسب المهمة اللي بش يقوم بها. خليفة يعني هي جولة في وحدات مختصة يعني فرصة بش نطرق أبواب وخاصة باش نعرفوا للناس انه فما عباد تخدم ليل ونهار انه التونسي اللي يرقد مطمئن والسياسي اللي باش يمشي يفتي على التوانسه مطمئن راه فما عباد تحميه وبرشا خدمه. ذاك علاش خصصنا هذا طيله ساعه الناس نسمع اليوم للحديث عن هذه الوحدات المختصه وفتحنا هذا الباب ان شاء الله كما ما زلت عندنا الفرقه اللي حكينا عليها سيد العميد بتاع المتفجر ان شاء الله في فرصه قادمه نمشيو نصوروا العمل هذا يعني خلينا نحاول هو عالم غامض بالنسبه للناس اولا هذا اتفق فيه ونحن صورنا في النهاية ما يمكن أن نصوروه ما هو مسموح كذلك لأنه هو هناك ثم جانب زادة ما نش قادرين نصوروه هذا يدخل في أمور تخصهم هما ولكن احنا صورنا ما يمكن نصوروه كما قلت لك يدخل في سياق أولا الفخر بهذه القوات الأمنية اللي تحرس البلاد والعباد وهذا روى يدخل في أي تقليد على مستوى البروباغندا لأي جهاز أمني أو عسكري لأي دولة على أنه الأمن كذلك راه ما يقفش عند هذا الحد. الأمن كذلك استعلامات ومخابرات واستقصاء معلومة وغيرها زاد هذا الجانب الميداني المادي نقوله الفعلي في الميدان ولكن وراء كل هذا الجهد المادي يتم إسناده عبر المعلومة والاستخبارات وغيره لأنه أمن أي دولة راه ما يقفش كان على القوات اللي تجابه مباشرة في العدو أو في الإرهاب ولا غيره. رأي الدول كذلك تملك مراكز للتخطيط والتفكير على مستوى الاستخبارات وعلى مستوى رصد المعلومة وتفكيكها وتحليلها واستباقها هذا مهم جدا كذلك لابد أن نثمن هذا الجهد الكبير. احنا ديما نعود ونقولوا أنه مهما عرفت البلاد بعد 2011 من هزات وغيرها وكذا في النهاية أفلحنا في الحفاظ على جزء مهم ياسر من الدولة التونسية يتعلق بأمنها اللي هو في النهاية أمن المواطنين. سيد العميد ولي تحكيم أنا تقسم إدارة العام الأمن وتخيل كلمة الختام يعني كلمة مش حتى الناس حتى العباد هذوما اللي تخدم ورالك أقول فما ناس وعندهم عائلات وعندهم أحلام وعندهم أولاد وعندهم صغار يعني مهمتهم مش سهلة نحب يعني بالحق كلمة ليهم العباد هذوما. احنا بدينا الكلمة متاعنا بالترحم على شهيد الوطن نختموها بالترحم على شهداء المؤسسة الأمنية اللي يتبعوا خاصة الفرق الخاصة هذه نشكر جميع رجالات الوحدات الخاصة اللي هما كما قلت بكري هما ناس غير عاديين بأتم معنى الكلمة هما ناس يخدموا ليل ونهار نكران ذات 100% ما عندهم حتى حسابات نعود ونقول إلا الولاء للوطن وللدرب ناس وهبت رواحة وعطات رواحة للوطن هذايا من غير حتى أي حسابات ولا ثمن دونك نشكرهم بشكر خاص واضح يستحق يظهر لي أكثر من هذايا خليفة فعلا قبيلي يعني شفنا داخل ثكنة وحدة التدخل وقت اللي عدينا التقرير الخاص بفرقة حماية الشخصيات والمنشآت مجسمة متاع الشهداء يعني هام جدا أنه نتذكروا الأشخاص اللي فقدناهم طيلة سنوات الصعيبة ولكن اللي سالت بفعل مجهودات ناس
ما عرفتش تحسب وما حسبتش وماهيش باش تحسب، لانه في الاخر اختارت اني تكون الدرع اللي يبعدنا احنا كتوانسه في العموم عن الخطر. شكرا لك مجددا سيد العميد وليد حكيمة الناطق الرسمي باسم الاداره العامه للامن الوطني، يعطيك الصحه. في الختام حبيت نشكر كامل الفريق اللي خدم على الحصه الخاصه هذه، هند المجدي مشكوره ايضا في الاداء، اسكندر علواني اللي قام لنا بالعمل الصحفي، احمد بن ثامر وامين البرني على مستوى التصوير، نظمي الهداجي، محمد بن حسين وسيرين كونيالي في المونتاج، مشكورين ايضا، مشكور ايضا وزاره الداخليه زاده ان تفتحت، زاده هام جدا ان تفتح شوريو للناس هذه الصوريات. صح سيد العميد، شكرا لك. نتقابلوا غدوه ان شاء الله بعد شويه، يجدد موعدكم مع خليل تونس ثم الجزء الاول من مسلسل حبك درباني، نلتقي بعد نصف ساعه ان شاء الله في ابرز عناوين الاخبار.